كلمنا البلدية عجزنا، كلمنا عمو عود وعطونا وعود عجزنا. بيتي أنا لما كثر الكلام جو بيسوون المجاري شوارع تبليط، ما نقول تبليط شوارع احنا اصلا مش فايد يصير لي تبليط وتترك لي المشكلة المهمة. شوف انت تنظيم البيوت هذه روعتها كيف تنظيمها، انت تخلي ايدك على قلبك على راسك تتأسف لما تشوف فيها ما بين البوالين فايضة. انت تعرف شنو عواقبها هذه؟ اولا حشرات، انا في بيتي كله حشرات بعوض، صار عندي مشاكل ويا الجيران وبس هذا كله اتكلم انا وكل التليفونات البلدية. زين الى متى يعني؟ الى متى؟ كل سنة ورا سنة، كل سنة ورا سنة، كل سنة ورا سنة. هل قال الدولة ما عندها ميزانية؟ وبعدين يكون في علمهم احنا ارضنا حصى يعني صلبة، ارض صلبة رملية، جي سي بي بامكانهم يخلصونها بخلال 16 سنة ما يصير، لأن أرض بسيطة هذه وسهلة العمل ما تكلفهم. قالوا بدأوا حجتهم قالوا إن الشارع هذا ما في عندكم، نسوي لكم شارع من كرزكان إلى آخر الماشية للدوار. زين سووا الشارع والمجاري. زين طيب وش بكو هذه؟ قال صبر سنة ثانية سنة ثالثة. وبعدين طلعوا حجة قالوا إن البيب هذه الأنابيب ما تتحمل الكابسيتي ماله، ما يشيل الماية، لازم نجيب بمبات كبار. جابوا بمبات كبار الحين، شنو حجة مشكلتهم؟ سو اقترح لهم شيء ثاني، سوى خزان في الفريق ومجاري تروح تصب فيه، والتناكر ما لها بحق تفترع على البيوت، تروح للخزان وعلى طول التناكر تسحب، ما في جواب. بنوا مدرسة إعدادية وثانوية هنا عندنا للبنات، سوى لهم مجاري جمعوا من المضيع حوالي 300 متر أو 400 متر، ممكن يشبكون وياهم، ما شبكوهم. تعال بيتي أنا عقب الرصيف هذا شالوا، أنا خاسر على جيب اسفلت وجيب ريدي ميكس على بيتي عشان الماي لا يوصل لبيتي. أكفي الصور واضحة. أنا خسرت كثر، أنا خسرت. أنا كل ما أخلي أنا جبت لي وحاجيت المقاول، أنت ليش تشيل أنت الكنكري ولا الأسفلت على باب بيتي؟ شاهد قال أنا خلاص قلت زين طيب ليش ما تراجعه؟ تعال شوف الماي شو يصير عند باب بيتي، أنا ما أطلع. إحنا بيتي كان في شبه جزيرة. رجاءً أخوان ارحمونا شوي. أنا تكلمت حتى في الإذاعة، كلمت مرتين في الإذاعة. وعدونا وعدونا المسؤولين يجون، ما حد يجي لك اصلا ولا حد يطلع عليك، كلامك بس ولا حد يسمع منك كلام.